الأولاد، السلام عليكم، مساء الخير عليكم وصباح الخير عليكم. ستيلو راكو تشوفو ستيلو خوتي، لا راه دور بوبينا صاحبي. موضوع خفيف ظريف، كاين بزاف ناس من الجالية الجزائرية اللي راهي حاصلة في الجزائر، طبعا اللي عايشين هنا اللي عندهم الإقامة هنا في فرنسا، وهبطوا للبلاد، وكي وصلوا البلاد اي حبسوا الطيارات كيما نقولوا، دخلت كورونا هذه، حبسوا الطيارات وكواغدهم ماتوا، وهما راهم في الجزائر حاصلين، ولا مات لهم الباسبور تاعهم وراهم في الجزائر حاصلين، واللي راهو بطوموبيلات كيف كيف هادو العباد كاع، يعني اللي راهم بلوكين في الجزائر وعندهم اقامه هنا تاع فرنسا كارت سيجور، ومات لهم كواغد ولا مات لهم الباسبور تاع الجزائر وهما في الجزائر. شوف ما تخافوا والو، عيشوا كي شغل راكو فاكونس في الجزائر، ما تخافوا والو، عيشوا كي شغل راكو فاكونس طايلين شهرين، ماشي ما تخموش كاع. دوكا كي تفرا كورونا ويولوا الطيارات، مانيش عارف كيفاش يولوا الطيارات ديجا. هذاك اللي مات له الكارت سيجور، القنصليه الفرنسيه تعطي له فيزا دو روتور يعاود يولي، ماشي مشكل كاع. واللي مات له الباسبور تاع الجزائر وهو راه في الجزائر، ماشي مشكل، في الجزائر يعاودوا يعطيو لك باسبور تاع شهرين، باسبور ديرجونس فيه شهرين، تعاود تولي به نورمال. واللي راح بالطوموبيل تاعو كيف كيف تولي نورمال، ما كاش كاع مشكل، تعاودو تولو كاع. اي واحد راه حاصل في الجزائر وماتو لو كوارطو ولا مات لو باسبور تاعو يعاود يولي، ماشي مشكل. الحاجه الاولى، والحاجه الثانيه، الجزائريين اللي عايشين هنا وعندهم الاولاد هنايا ونساهم وراهم في البلاد وما خلاش دراهم بزاف، هبط للجزائر وخلى كاش 1000 يورو هنا لولادو ومرتو، وراه خايف وراه حاب يولي وما كاش الطياره. في هذه الحاله لازم تبعث ايميل للقنصليه الفرنسيه في الجزائر، مش عارف انت لما تابع الى في الجي ولا فورن ولا قسنطينه عنابه، تبعث قنصليه للقنصل ايميل من القنصليه الفرنسيه تقول لهم بلي فوالا في الايميل انا راني ريزيدي في فرنسا، وتبعث لهم النيميرو تاع لا كارت سيجور تاعك، تقول لهم بلي فوالا عندي ولادي ولازم نطلع اون ايرجونس، بالك يلقاو لك فول في اير فرانس، باسكو كاين طياره تاع اير فرانس مازال تخدم، تدي غير لي ايرجون لو كان ايرجون تخدم، كاين طياره واقيله ولا زوج في النهار. هذا ما كان تبعث ايميل للقنصليه الفرنسيه، ممكن يلقاو لك بلاصه في كاش طياره، ممكن ما نضمنلكش مي ممكن. هذه حاجه الاولى. الثانيه، اما اللي وشنو ثاني، واش كنت راح نقول، هذا ما كان، اللي راهم في الجزائر عيشوا غايه كما تقولوا، صح راكم قلقينيتو مي انا نقول لكم غير ريحوا كاع يفروها لكم وكاع تولوا لفرنسا، ما تكسروش كاع ليسانكم، تولوا غير تروح كورونا ويفتحوا الطيارات، اللي راح الكارطه تاعو ماتت يعطولو فيزا دو روتور، واللي باسبور تاعو مات تاع الجزائر الوزاره الخارجيه تعطي له فيزا اسمه باسبور ديرجونس في شهرين ويعاود يولي، واللي راح بالطوموبيل تاعو وخلص هذيك لاسورونس لا واش يسموها تاع تاع طوموبيل وخلصت لاسونس، غير ماكلة تعاود تشريها، باسكو الدنيا راهي كاع مغلوقة، الكرة الأرضية راهي كاع مغلوقة، وكاع الدول متفاهمين هذا الأمر، هذا الأمر هذا راهم كاع متفاهمينو، الدول دول العالم ما فيها حتى مشكل، كاع تولو تولو كاع تولو بخير، ما تكسروش ريسانكم، باسكو كاين بزاف ناس راهم يبعثوا لي ميساج من الجزائر حاصلين خايفين، حتى ولو مات الكارت سيجور تاعك هنا في فرنسا ما تخافش، دارك ما تروحش، الدار تاعك ما تروحش، ما ينحوها لك، ما يقول لك راك درت لنا الروطار، يتفهموا كاع الاوضاع وتولوا ان شاء الله. وهذا ما كان باش نقول لكم، تولوا كاع ان شاء الله، غير ما تقلقوش خوتي. هكذا بارطاجيو لنا الفيديو مع الخاوه اللي راهم في الجزائر وشدوا دياركم، وصح هذا ما كان، والسلام عليكم، هيا تشاو.